هذا مؤتمر عالمي بحق المشاركون فيه من أكثر من دولة من الدول الإسلامية، نحمد الله على هذا التوفيق. من غير إطالة ننتقل إلى أستاذنا الفاضل أستاذ دكتور رشيد مولودي، وهو حاصل على دكتوراه في الدراسات الإسلامية تخصص أصول الفقه، في موضوع المصطلح الأصولي عند إمام الحرمين أبي المعالي الجويني من خلال كتابه البرهان، رحمة الله على إمام الحرمين. مداخلة الأستاذ رشيد مولودي هي التجديد في المصطلح الأصولي، التجديد في المصطلح الأصولي عند إمام الحرمين أبي المعالي الجويني من خلال كتابه البرهان، فهذا قبس من اهتمام الأستاذ بالإمام الحرمين، وعسى إن شاء الله تعالى أن نرى فيه معالم الجويني إن شاء الله تعالى، والله على كل شيء قدير. خذ هذاك المكب لحذاك إن شاء الله تعالى في الوقت المحدد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. عنوان مداخلة هاته التجديد في المصطلح الأصولي عند إمام الحرمين أبي المعالي الجويني. لقد شكل البرهان فاتحة مرحلة جديدة من المراحل التي من مر بها علم أصول الفقه في تاريخه الطويل، فقد أضحى منطلق الكتابة والتأليف في أصول الفقه لمن جاء بعده تماماً مثل ما كانت الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي منطلق الكتابات الأصولية التي جاءت بعده، وما بلغ تلك المكانة وارتقى إلى تلك المنزلة إلا لأنه حفل بما غاب وجوده في غيره من مؤلفات أهل زمانه، مما جعل الإمام تاج الدين السبكي، وهو من هو في المكانة والعلم، يقول فيه: اعلم أن هذا الكتاب وضعه الإمام في أصول الفقه على أسلوب غريب لم يقتدي فيه بأحد. يقول الإمام السبكي: وأنا أسميه لغز الأمة لما فيه من مصاعب الأمور، وأنه لا يخلي مسألة من إشكال ولا يخرج إلا عن اختيار يخترعه لنفسه وتحقيقات يستبد بها. فهذا تصريح من أحد أعلام فن الأصول المحققين فيه، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أن إمام الحرمين رحمه الله تعالى في كتابه البرهان كان مبدعاً مجدداً لم يقتدي بعبارته بأحد، ولا يخرج إلا عن اختيار يخترعه لنفسه وتحقيقات يستبد بها. فقد أقام الإمام رحمه الله تعالى صرح الأصول بالأصول، فجمع في استدلالاته على قضاياه الكلية بين المنقول والمعقول، وافترع لنفسه معاني بكرة لم يسبقه إليها أحد من أئمة الأصول، فكان رحمه الله بحق من أعمدة الأصول، وكتابه البرهان من أصول الأصول بحد على حد تعبير ابن خلدون في مقدمته. وإبداعه في كل ذلك كان له انعكاس واضح على الجانب المصطلحي، فقد أبدع فيه الإمام رحمه الله تعالى من الناحيتين البنائية والبيانية، ومدار كلمات هاته على بيان أوجه هذا الإبداع والتجديد. وحصرت المقال فيه في ستة محاور: المحور الأول التجديد في بناء المفاهيم في الدرس الأصولي، المحور الثاني التجديد في المخزون الدلالي للمصطلح الأصولي، المحور الثالث التجديد بتحويل مسار مصطلحات أصولية من مصطلحات فرعية إلى مصطلحات مركزية في الدرس الأصولي، المحور الرابع التجديد بوضع مفاهيم بكرة لم يسبق إليها، من خلالها يتأتى ضبط ما ينبني على المصطلحات من قضايا وإشكالات، المحور الخامس التجديد بالإسهام في الوضع المصطلحي، المحور السادس التجديد بوضع اللبنات الأولى لنظرية علمية في الدرس الأصولي عنوانها نظرية المقاصد الشرعية. أولاً التجديد في بناء المفاهيم في الدرس الأصولي.
شعورا من الإمام الجويني رحمه الله بأهمية التعريفات في ضبط مفاهيم المصطلحات، ومن ثمة في إدراك حقائق العلوم والأخذ بناصيتها، حاول الإمام ضبط هذا المجال، وسلك في سبيل ذلك مسلكا وعرا لم يسبقه من تقدمه إلى ولوجه، ومداره على الانفتاح على معارف أهل يونان، وخاصة المنطق الأرسطي القائم أصالة على قاعدتي الحد والبرهان. فاستفاد رحمه الله من نظرية الحد المنطقي في تأسيس معالم التعريف الأصولي، ولإثبات أثر الحد المنطقي في التحديد الأصولي عند إمام الحرمين أبي المعالي الجويني في كتابه البرهان مدخلين اثنين، أحدهما نظري ومداره على معرفة مدى موافقة أو مفارقة مفهوم الحد عند المناطق لمفهومه في اصطلاح البرهان، والثاني عملي ومداره في حال التوافق على المستوى النظري على معرفة مدى تفعيل ذلك في تخريج حدود البرهان على مسالك المناطق. وبعد دراسة وبحث لمفهوم الحد عند أهل المنطق وبيان مفهومه عند الإمام قبل البرهان وفي كتاب البرهان وبيان بعض القضايا المهمة التي لها تعلق به وكلها مضمنة في هذه الورقة، كوقوع الحد بين التعذر والتعسر والإمكان مع بيان المسلك الذي يسلكه الباحث عند عسر الظفر بالحد، ثم بيان أنواع الحد عنده وتقديم أمثلة واضحة على ذلك بعد كل ذلك الذي يظهر للناظر قطعا من خلال ما أثبتناه أن نقطة التحول عند الإمام نحو منطق أهل يونان كانت مع كتابه البرهان، أن الأثر المنطقي فيما يتعلق بالتحديد المصطلحي واضح في البرهان سواء من الناحية النظرية أو العملية، إن أثر الجويني في الغزال بين واضح، إذ هنالك مقدمات وقضايا في مقدمته المنطقية يعني في كتابه المستصفى إنما استقاها واستفادها من شيخه الإمام الجويني. ثانيا، التجديد بتحويل مصطلحات أصولية من مصطلحات فرعية في الدرس الأصولي إلى مصطلحات مركزية فيه، وأظهر مثال على ذلك مصطلح التأويل، فهو من المصطلحات المركزية في المنظومة الشرعية الإسلامية، ارتبط ظهوره في الفكر الإسلامي بميلاد النص الشرعي، فكان له بموجب ذلك ارتباط وثيق بسائر العلوم التي انبثقت من رحم النص الشرعي ومن ضمنها علم الأصول، إلا أنه يختلف من حيث قوته ونضجه الاصطلاحي من علم لآخر، فكان من المصطلحات الأكثر حضوراً والأشد قوة والأقوى نضجاً في علمي التفسير والكلام، ولم يدخل الساحة الأصولية باعتباره مصطلحاً مركزياً في الدرس الأصولي إلا مع صاحب البرهان. قال الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله في موسوعته الأصولية البحر المحيط، الإمام السمعاني أنكر على إمام الحرمين إدخاله لهذا الباب في أصول الفقه، أنكره عليه وقال ليس هذا من أصول الفقه في شيء، إنما هو كلام يورد في الخلافيات. والإمام السمعاني المتوفى سنة 489 من المحققين الفحول في علم الأصول والذين عاصروا الإيمان، وموسوعته الأصولية قواطع الأدلة أكبر برهان على علو كعبه في هذا المقام، فانبنى على ذلك أن قوله رحمه الله فيما له تعلق بعلم الأصول في زمانه وهو من أهله وخاصته يفيد ما يفيده الخبر المشهور، وهو الظن القريب من اليقين. وعلى هذا حق لنا أن نقول إن مصطلح التأويل دخل إلى الساحة الأصولية من بوابة البرهان، ولم يكن دخوله دخولاً عادياً بسيطاً، بل كان دخوله دخولاً قوياً، ومن العلامة الدالة على ذلك اعتبار الإمام إياه أنفع أبواب كتب الأصول وأحسنها على الإطلاق، واحد. ثانياً، قوة استعمال هذا المصطلح في البرهان فلا يكاد يخلو من إراده باب أو فصل أو كتاب. ثالثاً، التمهيد له ببيان بعض المصطلحات المفاتيح إلى غير ذلك. ثالثاً، التجديد في المخزون الدلالي للمصطلح ومداره على رفض المحتوى القائم وشحنه بمفهوم جديد قد تكون جدته بتحميله مفهوما كليا جديدا لا يهتم بالتفاصيل إلا في إطار علاقتها بذلك المفهوم الكلي، وقد تكون جدته في دقة دلالته على المطلوب من المصطلح ببلوغه أعلى درجات الإمكان في الضبط والبيان. وعموما تلقي التعريف عند الإمام له جهات كثيرة ومتعددة، لكن ما نحن فيه يتعلق به أمران، أحدهما البناء الذاتي والثاني
يعني راه إشارة الإنذار وصلت. والثاني البناء القائم على أساس سابق كان للإمام حق الحرمين فيه حق التجذيب والتنقيح، ومثاله تعريفه لمصطلح مفهوم المخالفة. كان بالإمكان طرح رابعا التجديد بوضع مفاهيم بكرة لم يسبق إليها، من خلالها يتأتى ضبط ما ينبني على المصطلحات من قضايا وإشكالات. وأقرب مثال على ذلك اختراعه تقسيمات الغاية منها عنده بلوغ منتهى الضبط والتدقيق فيما له تعلق بقضية الظنية والقطعية في العموم والخصوص على التحقيق. خامسا التجديد بالإسهام في وضع المصطلحات، ومقصودنا وضع مصطلحات لم ترد في مصطلحات الأصوليين قبل البرهان، فالإمام هو مبدعها ومخترعها. وبتتبعنا لمصطلحات البرهان تبين لنا أن لهذا المسلك مظهران: أولا اختراع مصطلحات فرضة من ضمنها مصطلح الانحجاز، كان بالإمكان أن نتوقف عليه لنفهمه، ولأنه من المصطلحات التي ولد مع البرهان وانتهى مع البرهان، ما لم يكن له حق الانتشار. وثانيا اختراع مصطلحات مركبة من مصطلح قائم الذات، والوضع في هذا المقام له صورتان في البرهان: الصورة الأولى وضع القصد منه مجرد البيان، والثاني وضع القصد منه إثراء المادة الأصولية. سادسا التجديد بوضع اللبنات الأولى لنظرية علمية في الدرس الأصولي عنوانها نظرية المقاصد الشرعية. فالإمام أبو المعالي الجويني كان له حق الوضع والتأسيس لنظرية، واحد دقيقة لأنني الأخير ما قبل الأخير. فالإمام أبو المعالي الجويني كان له حق الوضع والتأسيس لنظرية المقاصد الشرعية، فهو الذي وضع بذرتها، وكان رحمه الله شديد العناية بها حتى خرجت إلى الوجود فسيلتها، وكان لمن جاء بعده حق قد التتميم والتكميل، بدءا بتلميذه المباشر الإمام أبي حامد الغزالي، وانتهاء بتلميذه غير المباشر الإمام أبو إسحاق الشاطبي، فهم أصحاب الفضل في نمو فسيلتها وتطورها في مراتب النمو والكمال، فقد رعوها رحمهم الله حق رعايتها حتى صارت شجرة عظيمة مثمرة وارفة الضلال. ومن علامات الإبداع عنده كإشارات في هذا الإطار قوة ورود المصطلح المقاصد في البرهان بجميع صيغه ومساقاته، إراد العناوين فقط من فضلك ومساقاته. ولا يخفى للناظر أن قوة الورود علامة على من أقوى العلامات على أهمية المصطلح وخطورته وعلى قوته الاصطلاحية في العلم التي تردد ذكره فيها. فثانيا تنبيهه على خطورتها في الدرس الأصولي، وأنها مفتاح فك رموز مجموعة من القواعد الأصولية. ثالثا إبداعه وابتكاره للتقسيم الثلاثي لمقاصد الشريعة: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فهو مبدعها، الإمام الجويني هو مبدعها، وهذا قد أشار إليه أحمد الليسوني في كتاب إمام الحرمين رحمه الله وصاحب الفضل والسبق في التقسيم الثلاثي لمقاصد الشارع. أيضا إبداعه للتقسيم الخماسي أيضا للكليات الخمس كان هو مبدعها أيضا. وختاما وقصر القرن الإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله هو سيد وإمام المجددين في علم الأصول على تغير الأزمنة والأمكنة والعصور، فقد كان رحمه الله بمثابة الأستاذ الحكيم الذي يمهد للطلبة طرق الحكمة ومسالك النفع والدفع حتى يكلهم إلى إتعاب الفكر النقية عن الأقذاء والكذر، فكانوا كما أراد رحمه الله، فأبدعوا وأجادوا وأكملوا البناء على القواعد التي مهدها إمامهم وسيدهم في الصنعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.